السلام عليكم خاوتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله صحتكم لاباس. ان شاء الله ما طولناش عليكم وبارك الله فيكم خاوتي وربي يحفظكم. خاوتي، الموضوع تاع اليوم كما شفتوا وصول كوت جمال بالماضي من اجل مقابله، ولا اهم مقابله ب 190 ب 180 دقيقه. خاوتي، هذه المقابله طويله فيها شوطين، يعني الشوط الاول في الجزائر وفي نيجيريا، والشوط الثاني في نيجيريا في النيجر خاوتي عفوا. المقابله هذه 180 دقيقة بالإضافة إلى مقابلة 6 نقاط، مقابلة المركز الأول، مقابلة الابتعاد في الصدارة، مقابلة توسيع الفارق من حيث الأهداف. يعني أهم مقابلة عندي بالنسبة لي، ولا أهم مقابلتين، لأن نفس المنافس في التصفيات. هذه مقابلة النيجر يعني تخرج بفوزين، وخاصة فارق الأهداف يكون مريح، تضمن المقابلة الفاصلة بإذن الله. هذه واحدة. اثنين، وصول كوت جمال بالماضي. دائما شفنا كوت جمال بالماضي يسبق وصول اللاعبين، وصول الجهاز الفني، يسبق كل كيما حنا نقولوا المنظومه تاع المنتخب الوطني الجزائري. خاطر عندنا زوج منظومات، منظومه الاتحاد هذه اللي مهودتنا ودخلت وغادي تدخل في حيط، عندنا منظومه المنتخب الوطني الحمد لله اللي راهي في الطريق الصحيح. المنظومه هذه كوت جمال بالماضي اوصل تجهيزات، يروح يشوف خاوتي كل شيء، لي تيرا شاكر واجد، الرحلة إلى النيجر كيفاه تكون، الجهاز الفني تاعو، يشوف سيدي موسى، يشوف ديك، الأكل، النوم، يراقب كل صغيرة، ولا يراقب الصغيرة قبل الكبيرة. وهذا دور الكول جمال بالماضي. للأسف نورمالمون الكول جمال بالماضي ما يتلهاش بهذه الأمور، لكن خاوتي كيما شفتوا راكم تعرفوا توما خاوتي، الاتحادية في جهة والمنتخب الوطني الجزائري في جهة. هذه واحدة. الكوت جمال بالماضي والقائمة تاعو، القائمة تاعو خوتي تقعد عند جمال بالماضي. أي واحد يقولكم غادي يجيب هذاك ولا يجيب هذاك ولا غادي يجيب فلان ويقلع فلان خوتي، إلا إذا كان عندك اتصالات مباشرة مع اللاعبين. كاين لاعبين وصلتهم استدعاء يكونوا جدد، يبغوا يفرحوا ويظهروا هذا عبر انستغرام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر كيما حنا نقولوا العائلة المقربة والعائلة تنشر. أنت تعرف أحد هؤلاء، ربما يكون عندك السبق أن تم استدعاء هذا اللاعب، لكن الاستدعاءات تبقى من صالح الكوت جمال بالماضي. والقائمة سواء كانت موسعة، سواء كانت كيما حنا نقولوا مضبوطة، سواء كانت طويلة، قصيرة، بعيدة، قريبة، تكون من اختصاص جمال بالماضي، وحتى تشوفوها في السيت تاع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فماك تعرف وشكون راه جديد، وشكون راه قديم، وشكون غادي يلعب، خاصة رانا في التصفيات، والتصفيات ما تحتاجش المجازفة. التصفية تاع كأس العالم خاوتي ما تحتاجش تخدم الراس. تصفيات عندك فئة ولا عندك 25 لاعب ولا 26 تتكل عليهم كمل بهم، يعني المنظومة ما تغيرلكش، تقعد في نفس المنظومة، عندك اللاعبين تعرفهم، لاعبين يأدوا بالطريقة اللي تحوس عليها انت، لاعبين يسمعوا للتعليمات تاعك، يعرفوا طريقة اللعب تاعك، يعرفوا توزيع الخطط تاعك، يعرفوا توزيع الأماكن داخل الملعب، يعرفوا وين تبغي تلعب في الهجوم، تبغي في الدفاع، حافظين المنظومة تاعك، حافظهم، عندك العقليات، كل شيء مضبوطة، كل شيء مضبوط. يعني تدخل في تجديد، ولا تدخل تجيب 4 ولا 5 لاعبين، الاندماج كيف يندمجوا على طريقة اللعب، يندمجوا على الأجواء المجموعة، يندمجوا على عادات وتقاليد كيما نقولوا المجموعة، يعني أمور كثيرة. لهذا الجديد يبقى عند الكوت جمال بالماضي، وخاصة خاوتي رانا في التصفيات، ما تحتاجش المجازفة، ماشي غير واح وجيب، ماشي غير واح كيما قال الكوت جمال بالماضي، ماشي غير واح ونضم للفريق الوطني. دروك تصفيات كأس العالم ماشي غير واح وجيب جوار جديد، هذه اللي نفهموها وندخلوها في راسنا مليح 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 مليح. نروحوا خاوتي لأمر آخر، الأمر الآخر مهم اللي هو الإصابات وكذلك أداء اللاعبين. كان لبعض اللاعبين أدامهم رغم ما شاء الله في تصاعد مستمر، وكان بعض اللاعبين لما ساعفهمش الحظ، يعني كيما نشوفوا عيسى ماندي والظروف تاعو، كيما نشوفوا آدم والناس، كيما نشوفوا آدم والناس مازال احتياطي، مازال ما كيما حنا نقول ما فرش روحه مليح مليح في نابولي، رغم أن المدرب تاعو هو اللي فرضه في النادي. يعني أمور كثيرة، وشفنا لاعبين متألقين، اللاعبين المتألقين على غرار آدم والناس، استغفر الله يا ربي، على ادم والناس رغم انه احتياطي لكنه متالق. نروحوا خاوتي اللاعبين المتالقين اللي راه بارز بشكل كبير وكبير جدا، هو سعيد بالرحمه، يعني تقريبا رجع الشوشو
تاع ويست هام شفناه اما يكون عنده دور دفاعي دور هجومي يؤدي في الدفاع يؤدي في الهجوم مسترجع كرات ممتاز صانع العاب لاعب جناح يعني ما شاء الله ما شاء الله في الدوري الانجليزي هذا بالنسبه للبرحمه نروحوا لاندي ديلور اندي ديلور كذلك اداء متميز شفنا ترانسفير تاعو كيف كان الى نيس مع هذا وصل للنيس وفرض روحه ولا يلعب تيتيلير ولا يماركي ويدير لي باس وامور كثيره عوده بعض المصابين كذلك خاوتي كذلك خاوتي اللي راه جاي في الصمت اللي راه ان شاء الله بربي يكمل له ما يطلعش الكرون يقعد في النيفو تاعو ويقعد في الخدمه تاعو حتى يروح الفريق ما اكبر اللي هو زرقان ادم زرقان ان شاء الله بربي خاوتي ان شاء الله يثبت يكمل في هذا العام يكمل مليح مليح واذا جاء الدوري خاصه الدوري الانجليزي ولا الدوري الالماني عليه الانتقال بسرعه عليه الانتقال بسرعه يروح للدوري الانجليزي او الالماني هناك منظومه لعب اخرى تصنيف اخر تصنيف في اللعب تصنيف في كل الامور يعني مستوى راقي كي تكون انت مستوى الماني ولا المستوى الانجليزي الانجليزي بطوله اولى عالميا المستوى الالماني ضمن الخمسه الاوائل يعني راك في القوقعه تاع النجوم 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 كما قال ان شاء الله بربي ادم زرغاني حط كرعيه في مياه بارده ويكمل في الخدمه تاعو والاداء تاعو هذا بالنسبه لادم زرغاني هذو اللاعبين خاوتي ربما تكون عندهم فرصه المشاركه تقولوا لي علاه انقلكم في تواجد بعض اللاعبين الاصابات ما نهضروش عليهم ما نهضروش عليهم ما عليها خاوتي نطلبوا ربي يجيبوا لهم الشفاء نطلبوا كل كاع اللاعبين اللي تصابوا للمنتخب الوطني الجزائري ويمثلوا المنتخب الوطني الجزائري على غير سليماني وغيره من اللاعبين ان شاء الله بربي يرجعوا في اقرب وقت هذه وحده وخاصه ان عندنا زاد اللي نعوضوا به عندنا زاد من اللاعبين اللي نعوضوا به سواء هجوم سواء وسط ميدان عندنا المشكل يبقى في الدفاع خاصة في مركز عطال باش ما نقولوش كلمة أخرى اللاعبين اللي راه يجي في اللي متوفرين حاليا أدائهم ومستواهم مش كيما عطال عطال يعني لاعب لولا الإصابات ولولا ربما كما قالها الكوتش بالماضي مستوى المعيشي تاعو ولا طريقة المعيشة تاعو تختلف والانضباط يكون 100% ربما عطال كنا نشوفوه في أحسن النوادي الأوروبية في أحسن النوادي الأوروبية أداؤه في المنتخب كاع نعرفوا أداء عطال لهذا ربما هذا البوست الوحيد اللي عندنا بعض الخلل فيه بعض الخلل فيه وخاصة وكذلك الدفاع تقريبا الدفاع على العموم لكن وسط الميدان والهجوم عندنا ما شاء الله كي تشوف جهة محرز عندنا غزال كي تشوف عندنا آدم والناس تروح جهة يوسف بليلي عندنا بالرحمة تروح للهجوم عندنا سليماني اندري ديلور عندنا ابو نجاح تروح لوسط الميدان حدث ولا حرج نبداو بزرقان زروقي بن ناصر فغولي يعني كاين بالقبله يعني كاين لاعبين ما شاء الله وبالاضافه الى اللاعبين اللي خرجوا وزادوا راهم يتطوروا باذن الله ويلتحقوا بالمنتخب الوطني المقابله تاع غدوه خاوتي كما قلت لكم ما تحتملش المجازفه ما تحتملش المجازفه كاين امور ربما الكوتش جميل بالماضي ياخذها باعتبار لكن باش تقولوا لي كاين لاعبين يستاهلوا المركز كما حنا نقولوا يكونوا اساسيين نقول لكم واه كاين لاعبين يستاهلوا يكونوا اساسيين وكذلك اللاعبين اللي راهم يلعبوا يستاهلوا يكونوا اساسيين هذه هي المعضله تاع الكوتش جمال بالماضي عنده لاعبين يؤدوا في المنتخب الوطني عنده لاعبين ناشطين ومؤثرين ومتالقين في الانديه تاعهم يعني تخبلت الامور انت كان يا خب وطني ولا كمدرب عندك لاعبين واحد نجم في الفريق تاعو وواحد نجم في الفريق الوطني ويؤدي على الاقل على الاقل بالصوره اللي راك باغيها تايا بالصوره اللي باغيها تايا اسكو جازف هذه وحده نروحوا بالنسبه وانا نهضر على بالنسبه بالليلي وبالرحمه بالاضافه الى اندي ديلور بنجاح ولا اندي ديلور وسليماني هذه امور والامور التقنيه ولا الفنيه تقعد عند الكوتش جمال بالماضي انا هضرت لكم على هذا الموضوع نهضروا على موضوع كره القدم وخاصه اهميه هذا اللقاء من حيث خاوتي النتيجه عدد النقاط عدد الاهداف واهميته في المشوار الجاي اهميته في المشوار الجاي هذا المقابله من اهم المقابلات اللي غادي تمر على المنتخب الوطني الجزائري تقريبا فاصله رغم 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 لم باش ما نقولوش ضعف المنافس ضعف المنافس نقولوا المنافس ليس بمستوى المنتخب الوطني الجزائري حاليا باش ما نستصغروش الخصم نقولوا هذا القول لكن تبقى مقابله تصفيه واحد
تصفيات كأس العالم، يعني مقابلة محفزة، وزيد المنتخب الوطني الجزائري يلعب أمام المنتخب الوطني الجزائري بكل النجوم تاعو، كيما محرز، كيما بالرحمة، كيما بليلي، كيما سليماني، كيما 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 اللاعبين الكبار تاعنا. بالإضافة إلى هذا خالتي، بطل إفريقيا، بطل، يعني أي نتيجة أمام بطل إفريقيا حتى لو تخسر 1-0 برك، يعني نتيجة مشرفة، يعني نتيجة مشرفة بالنسبة للخصم، حتى لو يخسر معنا 1-0 يعني دار كيما حنا نقولوا إنجاز. هذا هي الموضوع تاع اليوم خاوتي، وبارك الله فيكم وربي يحفظكم، والسلام.